من خلف الكواليس، العتبة العباسية تجيب: هكذا يتم احتساب أعداد الزائرين. خلف شاشة عملاقة يجلس العشرات من كوادر شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العتبة العباسية المقدسة لمراقبة حركة الزائرين وأمنهم واحتساب أعدادهم عبر مختلف الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مركز مدينة كربلاء المقدسة. منذ العام 2017 تم تكليف شعبة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة لقسم المشاريع الهندسية بتنصيب منظومة عد زائري الإمام الحسين عليه السلام في الأربعينية. شعبة الاتصالات من ذاك الوقت بدأنا بتنصيب كاميرات متخصصة على مداخل كربلاء، وهذه الكاميرات تنقل صورتها إلى العتبة إلى مركز البيانات. لدينا مهندسين مختصين ببرمجة الكاميرات وبرمجة السيرفرات، وتستعين الشعبة في أداء مهامها بآلاف الكاميرات وأجهزة الحاسوب المتخصصة والحديثة التي تم استيرادها خصيصاً لاحتساب أعداد الزائرين على مدار أيام زيارة الأربعين، إذ يقصد مدينة كربلاء المقدسة الملايين من الزائرين من داخل العراق وخارجه. كل سنة احنا نحاول انه نستفيد من الاخطاء اللي تصير بالسنة السابقة في اختيار مكان الكاميرات. احنا مثلا العام الماضي كنا في محور بغداد ننصبها في مكان معين، حاليا سحبناها الى الخلف بمسافة خاطر تعطينا رؤية اوضح. هذا فيما يخص محور بغداد. محور الحلة او محور بابل ايضا عندنا كاميرات في مدينه الزائرين تراقب الزوار. في محور النجف لدينا ثلاث كاميرات لانه محور عليه كثافه، واحيانا طرق السيارات يتم غلقها وجعلها للمشاة فنتحسب لاكثر من جهه. الطريق المحور الاخر هو محور الحسينيه، لأنه من ينغلق محور بغداد العجلات يخلوه فقط للمشاية، العجلات اللي تجي الكربلاء تكون عن طريق الحسينية، فأيضا احنا هناك حاطين كاميرات خاصة لعد العجلات والمشاية. في داخل العتبة العباسية لدينا كاميرات تعد الزوار على أبواب العتبة التسعة، لأنه بالزيارة احنا زيارة نقول من 1/0 إلى 20/0، أول 10 أيام الزوار يجون إلى كربلاء معظمهم يدخل للعتبة يزور. احنا بهاي الفترة احنا كاميراتنا ننصبها الطرق الخارجية من 10/0 فما فوق، فنقدر نعتبر انه الزوار اللي جايين من 1/0 إلى 10/0 هم راح يزورون العتبة، لأنه العتبة فارغة يعني نوعا ما. فنحسب نقدر كاميرات العتبة بالأبواب نجمعها مع كاميرات الزائرين اللي يجون عن طريق العجلات والمشاية. تستخدم شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الآلية التقنية المعتمدة التي يتم من خلالها احتساب عدد الزائرين الذين أدوا مراسيم زيارة الأربعين لهذا العام، ليكون السؤال: كيف يتم احتساب أعداد الزائرين بشكل دقيق جدا؟ عندنا نوعين من الكاميرات، كاميرات بالأبواب هي كاميرات متطورة ثلاثية الأبعاد، يعني نسميها احنا 3D، هذه تكون عدها دقيق جدا لأنه تأخذ صورة الإنسان بشكل ثلاثي. الكاميرات اللي على المحاور الخارجية لا، هذه كاميرات يعني مو خاصة، لأنه هي فقط تنقل الصورة إلى مركز البيانات، وهناك عندنا سيرفرات تحليل فيديوي فيديو أناليسز اللي تقوم بتحليل الفيديو اللي صاد من هذه الكاميرات. طبعا احنا هنا ننطي شلون نفرزن بين العجلات وبين الأشخاص.
الفرزنة تتم عن طريق فلاتر، احنا نسميه شيب فلتر، ننطي حد أدنى وننطي حد أعلى، والأوبجكت اللي يصير بين الحد الأدنى والحد الأعلى هو اللي ينحسب. مثلاً العجلة ننطي شنو أصغر عجلة وشنو أكبر عجلة، فالكاميرا من يدخل العجلة بهذا الفلتر راح تحسب. طبعاً هاي العجلة أكيد الفلتر ما يختلف عن فلتر الأشخاص. فلتر الأشخاص يكون الحجم الفلتر صغير إلى أكبر شخص ممكن يفوت بقدام الكاميرا، وبالتالي نقدر نفرزنهم، فرزن الكاميرا، عد العجلات واحد وعد الأشخاص واحد. تشكل مسيرة الأربعين أعظم مسيرة بشرية مليونية شهدها التاريخ المعاصر لتأييد الحق ومناصرته ولتجديد العهد والميثاق مع أبي الأحرار وسيد شباب أهل الجنة، لأناس جاءوا مشيا على الأقدام تاركين أوطانهم قاطعين مسافات طويلة لتكون أكبر حركة بشرية تزداد أعدادها عاما بعد عام. نتوقع أنه هذه السنة الأعداد، إحنا العام تقريبا كان 16 مليون، هالسنة نتوقع الأعداد أكثر. يعني إحنا بعد انتهاء الزيارة نبدي بتحليل البيانات وننطي الأرقام الصحيحة. يعني إحنا كل سنة نحدث طريقة الحساب، نحدث قواعد البيانات بحيث تكون الأرقام أدق ما يمكن. يعني إحنا يومياً نقوم بعملية التعيير الكاميرات، يعني نأخذ 5 أوقات، 9 الصبح، 12، 3 الظهر، 6، 9 بالليل، على طول النهار، ونبدي نحسب يدوياً مثل ما نشوف الكاميرا، نحسب إحنا يدوياً نشوف الرقم اللي هي عدته وهي الرقم اللي إحنا شفناه بعيننا، ونولد معامل يسميه معامل التصحيح. هذا المعامل التصحيح الكوركشن فاكتور، نشوف الكاميرا شقد عدت. مثلا احنا عدينا خلينا نقول 100 واحد، الكاميرا عدت خلينا نفترض 70 حسب الإضاءة، فنجي نعدل أرقام الكاميرات بمعامل التصحيح بحيث تنطينا 100%، وهكذا كل وقت 5 أوقات احنا نعدل الدقة مال الكاميرا على مود نكون أدق ما يمكن.